أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه رسالة إلى الكونغرس بشأن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن. وقال بايدن في رسالة نشرها البيت الأبيض إن تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين لا تزال تمثل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، كما تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. بايدن أكد أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن والمعلنة في مايو 2012. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه من زاويتين. في ظل الإعلان عن تمديد هذا القرار، هل لا تزال واشنطن ترى أن الحل السياسي في اليمن بعيدا؟ وهل يبرهن ذلك أيضا على عدم ثقة واشنطن بالتقارب السعودي الإيراني لحلحلة الملف اليمني؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف الحلقة نتابع هذا التقرير. على موعد مع السلام أم مع جولة حرب جديدة، أيهما أقرب إلى اليمن هذه الأيام؟ المشهد الضبابي للأزمة اليمنية يزداد قتامة، وكلما كثفت التحركات الدبلوماسية تغيب الحلول أو ربما تتعقد أكثر. اليوم وبعد 8 سنوات من الحرب تختلط الأوراق، خاصة مع قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن بعد 16 مايو الجاري. حالة الطوارئ هذه كان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد أعلنها في 16 مايو 2012، وسنويا تجدد واشنطن هذا القرار بزعمها أن ذلك في إطار الحد من الانتهاكات في اليمن ومنع التسبب في تهديد أمن الولايات المتحدة وسياستها الخارجية. الرسالة التي نشرها البيت الأبيض تقول إن تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين لا تزال تمثل تهديداً للسلام في اليمن وأمنه واستقراره، وتشكل تهديداً غير عادياً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهو ما لزم الاستمرار في قرار حالة الطوارئ. اللافت في رسالة بايدن للكونغرس بتمديد هذا القرار أنه جاء في ظل حديث عن تقدم في المحادثات بين السعودية وميليشيا الحوثي عقب التقارب الإيراني السعودي، ويرى محللون أن واشنطن لا تثق بهذا التقارب الذي لا يمكن أن يفضي إلى تقدم حقيقي نحو الحل السياسي في اليمن. ما يدلل أيضا على عدم إيمان واشنطن بالتقارب السعودي الإيراني اتهام المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ لطهران بمواصلة توريدها للأسلحة والمخدرات لصالح أدواتها في اليمن ميليشيا الحوثي، ما يغذي الصراع في البلاد رغم اتفاقها مع السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية. إذن مشاهدين الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا المحلل السياسي الدكتور ثابت الأحمدي، وأيضا ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم قعطبي. مرحبا بكم ضيوفي الأكارم. نبدأ مع سيد الدكتور ثابت الأحمدي. مساء الخير. مساء الخير والخيرات عليك عزيزي وعلى المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا فيك دكتور ثابت. ما دلالات إعلان بايدن تمديد قرار حالة الطوارئ المتعلقة باليمن برأيك؟ أخي العزيز المشاهد الكريم، نحن نعرف جميعا من وقت مبكر أن أمريكا تتعاطى مع القضية اليمنية ومع كل قضايا الشرق الأوسط من منظور مصالحها الشخصية هي فقط، لا من منظور مصالح هذه الشعوب حتى وإن تقاطعت يعني مصالح هذه الشعوب مع القضايا المثارة في الشرق الأوسط. لا يهم بطبيعة الحال يعني مصلحة الشعب اليمني إطلاقا إذا ما تعارضت مع مصالح الأمريكان، وبالتالي فالأمريكان اليوم الذين يذهبون إلى تقليل أظافر إيران حد تصريحاتهم المتأخرة هم الذين ساعدوهم من وقت مبكر على الاكتشاف، وهم الذين مثلوا لهم إطاءا سياسيا من وقت مبكر ولا يزالون كذلك حتى اللحظة. كل ما في الأمر أن الأمريكان غضبوا من تدخل الصين في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية، من تدخل الصين في موضوع دولي لم يكن يعني موضوعا عابرا أو موضوعا محليا يتصل بشؤون دولة ودولة، لا لكن هذا موضوع كبير جدا. الصين بدأت تلعب دورا عالميا دورا دوليا في منطقة حساسة جدا كانت أمريكا تعتبر نفسها وسيطة عليها، فطبعا غضب الجانب الأمريكي هذا وبدأوا بالتالي لاستعادة دورهم. هذا كل ما في الأمر، يريدون اليوم فعلا أن يقدموا بعض التنازلات الشكلية والسطحية للحكومة اليمنية للتحالف العربي لأمد محدد، وسيواصلون على أي حال دعمهم لإيران لأنهم بشكل عام وباختصار لا يريدون للقضية اليمنية أن تنتهي على الأقل
الأقل في المدى المنظور. نعم. المحلل السياسي إبراهيم قعطبي، مساء الخير. نور لك ولضيفك الكريم ولمشاهدينك الكرام، أهلا. نعم. سيد إبراهيم، كيف تقرأ أنت إعلان بايدن تمديد قرار حالة الطوارئ المتعلقة باليمن؟ هو وضعا طبيعيا، لأنه كما تعرف ويعرف الجميع أن اليمن ما زال لا يوجد هناك حكومة حقيقية ولا يوجد هناك سلام حقيقي. من يتحكم باليمن اليوم هي أدوات لقوى متحاربة خارجيا وميليشيات تسرح وتمرح في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، وهذا وضع كدولة كالولايات المتحدة الأمريكية وكموقع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية، يعني من حيث الملاحة البحرية، من حيث التجارة الدولية والأمن الدولي، شيء طبيعي أن تمدد الولايات المتحدة الأمريكية كأهم الأقطاب العالمية حالة الطوارئ في اليمن، لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد هناك أي سلام أولا، وثانيا يعني كما تعرف ويعرف الجميع يعني الاتفاق السعودي الإيراني ربما ليس له أي علاقة بما يحدث في اليمن، وليس له أي يعني أي شيء جديد في المسألة اليمنية. وأيضا الوضع القائم الآن في اليمن هو كان قبل حتى الاتفاق السعودي الإيراني، وليس له علاقة بالهدنة الهشة الموجودة اليوم في أراضي الجمهورية اليمنية. البيان أيضا كان واضحا أن في الفقرة الأولى كان يتحدث عن أعضاء في الحكومة اليمنية يقوضون الأمن والسلم في اليمن، وهذا بات واضحا. ربما البيان يتحدث بطريقة غير مباشرة على أدوات السعودية والإمارات في الحكومة اليمنية، وإذا تحدث على مجموعة أخرى. فهنا المشكلة الحقيقية أن اليمن الوضع في اليمن هشا، الوضع في اليمن قابل للانفجار في أي لحظة، ممكن أن يهدد الملاحة الدولية، وهذا شيء طبيعي أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتمديد حالة الطوارئ. السؤال هنا إلى أين نحن ذاهبون اليوم، ونحن نرى الانفصال يتجذر، نحن نرى مؤسسات الدولة تنهار، نحن نرى ما تقوم به السعودية والإمارات وما تقوم به ميليشية الحوثي، لا يبشر بأي بوادر سلام ولا استدامة في اليمن ولا تطبيقا للقرارات الدولية ولا حفاظا على سلامة وأراضي الجمهورية اليمنية. سأعود لك إبراهيم قعطبي، خاصة أنك أنت أشرت إلى أن هذا القرار له علاقة بأعضاء سابقين من الحكومة الشرعية وهم معرقلون للحل في اليمن. ابقى معي دكتور ثابت. إذا ما تحدثنا عن الأقرب الآن في الملف اليمني، هل السلام أم جولة جديدة للحرب، خاصة في إشارتك إلى أن الأمريكان الآن يعني تحسسوا من مسألة فقدانهم للنفوذ في منطقة استراتيجية مثل اليمن؟ أخي العزيز يؤسفني أن أقول أننا أحيانا يعني نبيع لأنفسنا الوهم، أحيانا هذا يحصل وخاصة من قبل النخبة الثقافية والسياسية. لا يوجد شيء اسمه سلام مع الحوثي مطلقا مطلقا مطلقا، ولن يكون لمدة 1000 عام قادمة على الأقل، باختصار لأن الحوثي جماعة ميليشياوية حربية وليس جماعة سلام أساسا، هذا معروف ولا يحتاج. ثانيا الحوثي قبل أو يعني شكليا وبصورة أولية قبل الحوار وقبل التطاور وإلى آخره، ولكن لأمد معين ثم لم يلبث أن أعلن انقلابه مرة أخرى من خلال تصريحات على لسان بعض الأجنحة الموجودة فيه وهي العناصر الفاعلة بالتأكيد داخل بنية الحركة الحوثية، أعلنوا أنهم رافضين لكل شيء ثم بدأوا يمارسون. لكن الحوثيين دكتور ثابت يظل الحوثيين عملاء وواضحين لإيران، والحل بيد إيران في النهاية إذا تمت تسوية الأمور مع إيران. أتفق معك تماما أنهم عملاء بل موظفين مأجورين بالمحصلة النهائية، لكن هل ستقطع يعني هل ستعمل إيران يعني على لجن يعني يد الحوثي أو على قصر الحوثيين وتوقيفهم عند حدهم؟ أبدا مستحيل. الحوثيين بالنسبة لإيران هم هناك ذخيرة استراتيجية وسياسية كبيرة منذ زمن طويل وسيظلون كذلك ولن تقطع صلتها بهم أبدا على الإطلاق. ربما تؤجل العملية الحربية فقط، ربما تخفف فقط، ربما تمنع عنهم المسيرات فقط لفترة محدودة بينما تستعيد إيران أنفاسها وبينما يستعيد الحوثيون أنفاسهم. هذا قد يحصل لمدة كذا شهور، لمدة سنة سنتين، ثم يعاودون الحرب ثم يعاودون الكرة مرة أخرى، مع أنه ناس على فكرة حتى اللحظة هذه جناح فاعل داخل جماعة الحوثي غير مؤمن بالسلام وغير مؤمن حتى هو يصرح صراحة ما يقول نحن لسنا إيران. على أي حال وبصرف النظر عن هذا التصريح أقول
قد يعني تخضع هذه الجماعه لفتره محدده يعني كاستراحه محارب كمناوره سياسيه، على الاقل كما فعلوا في الحروب السته مع النظام السابق، كانوا يعلنون عن هدنات ويواصلون حتى هذه اللحظه، رغم الهدنه المعلنه، رغم استلام، رغم المساعي، رغم كل شيء، الحوثي في يوم عيد الفطر وفي اواخر رمضان وهو يطلق مقذوفاته ويطلق صواريخ، يعني أقصد قناصته على الأطفال داخل مدينة عز وداخل مدينة إب وداخل كل المدن يعني بشكل عام، لم يتوقف حتى يعني لحظة واحدة منذ بداية إعلان عملية السلام وحتى هذه اللحظة، لم يتوقف عن الاعتداء، لم يتوقف عن القتل، لم يتوقف عن أي عملية حربية أبدا، ولم يتوقف في طبيعة الحال، وهو يمارس عملية ابتزاز تجاه الحلفاء، تجاه التحالف العربي وتجاه الحكومة اليمنية وحتى تجاه المجتمع الدولي، قد يفعلها طبيعي يعني. نعم إبراهيم قعطبي، إذا ما تحدثنا عن هذا الإعلان الأمريكي الآن، هل لا زالت واشنطن فعلا ترى أن الحل السياسي بعيدا وأن نتجه نحو الحرب؟ هو تحفظ على الوضع القائم يعني في اليمن، وقراءة حقيقية واقعية لما يحدث في اليمن، لأنه اليوم للأسف الشديد ما يسمى بشرعية مغيبة تماما عن المشهد الحاضر اليوم في المناطق التي مفترض أن تكون جنوبية أو محررة في المناطق الجنوبية، هي ميليشيات تتبع للسعودية والإمارات من جهة، وللأسف الشديد أنه فقط نحن نتحدث على ميليشيات الحوثي في الوقت التي أسقطت السعودية والإمارات الحكومة اليمنية وتواصل تقويضها، والحكومة اليمنية لا تستطيع حتى العودة إلى داخل الأراضي المفترض أن تكون محررة، لا تستطيع العودة والبقاء في عدن، لا يستطيع البرلمان اليمني العودة والبقاء في عدن، لا يستطيع المسؤولين والوزراء العودة والبقاء في عدن، وإنما ميليشيات انفصالية لا تسمح لا للحكومة اليمنية في العودة ولا غيرها، وهذه الميليشيات ممونة من قبل السعودية والإمارات وتقوض الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وربما أيضا البيان الصادر من البيت الأبيض كان واضحا أن هناك، وذكر بالتحديد بعض أعضاء في الحكومة اليمنية يقوضون السلم والأمن في المناطق التي في اليمن. ما الذي تقصد به أن بعض الأعضاء السابقين يقوضون العملية السلمية أو السلام في اليمن؟ من هم هؤلاء الأعضاء؟ والله ربما أنا لا يوجد هناك أسامي محددة، وربما طارق عفاش، ربما أشخاص كانوا في الحكومة اليمنية قبل ذلك، لا أعرف ما الذي تقوله الولايات المتحدة، هل تتحدث على الحكومات السابقة، هل تتحدث على الحكومة الآتية، وإنما هناك كما نعرف أن هناك من خرجوا من الحكومة اليمنية وبدأوا يؤسسوا ميليشيات، من خرج ويقوض، لكن أيضا هم تحدثوا على أعضاء في الحكومة اليمنية، لو تقرأ البيان هناك فقرة تتحدث، تقصد أعضاء حاليين الآن في الحكومة اليمنية؟ لا، هو البيان، لو تعيد قراءة البيان تحدث في الفقرة الأولى عن أعضاء في الحكومة اليمنية، وتحدث في الفقرة الثانية عن أعضاء سابقين في الحكومة اليمنية وأيضا آخرين، يعني والآخرين هنا يقصد بميليشيات أخرى وربما دول أخرى، وربما يتحدثون أيضا على الدول الجوار التي تمول الميليشيات، فالبيان كان عاما وكان يعني يصف الواقع كما هو، وللأسف الشديد نحن الآن نتحدث على ميليشيات تسرح وتمرح تقوض الحياة في اليمن، أدوات خارجية، ولا هناك، لا يوجد بوادر يعني لعودة الحكومة اليمنية، بل بوادر، لكن يعني سيد إبراهيم، ألا يمكن قراءة هذا الآن ما يحصل كما قرأه الدكتور ثابت أن واشنطن تفقد الوصاية على المنطقة الآن؟ هذا ليس صحيح، اتفاق بين السعودية وإيران برعاية صينية، أنا في اعتقادي أنه شيء رمزي، لن يغير لا المعادلة في اليمن ولا في لبنان ولا في العراق ولا في غيرها، يعني نحن نعرف أن الاتفاقيات هذا مجرد توقيع مراسيم، لكن على الأرض ما يحدث مؤخرا، ويجب أن نذكر أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم بالأمن والسلم الدوليين حتى على حدود الصين نفسها، يعني لا الصين ولا روسيا لن تأتي دفاعا على الخليج ولا على المملكة العربية السعودية ولا غيرها، أمريكا هي ما زالت صاحبة الباع الأطول في القوى العسكرية وفي الهيمنة العالمية، من أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى آسيا وإلى غيرها من مناطق العالم، فالحديث حول اتفاق أنه
يبعد الولايات المتحدة الأمريكية من الهيمنة، فهذا في اعتقادي حديث وهمي. في الولايات في الخليج بحد ذاته ربما حوالي 21 قاعدة أمريكية وقوة أمريكية متواجدة على كل مناطق الخليج العربي، وهي من تدافع على هذه الدول. وأنا في اعتقادي لولا وجود الولايات المتحدة الأمريكية ربما انهارت هذه الأنظمة. الصين بالمناسبة لن تدافع على أي دولة على مدى التاريخ ولن تدخل عسكريا ولا غيره. نحن نعرف أن كثير من دعني أنتقل العربية تفضل. دعني أنتقل للدكتور ثابت الأحمدي. إذا استمعت لإبراهيم قعطبي تحدث على أن أمريكا هي فاعل أساسي وقوي ومستحيل استبداله بأي فاعل آخر في المنطقة، كيف ترد يعني دكتور ثابت؟ أنا لم أنفي أن ولم أقول أولا أن أمريكا ضعيفة أو أنها ليس لها تواجد في الشرق الأوسط أبدا، لكن السنوات الأخيرة أكدت وأثبتت أن الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بدأ يتراجع أو ينسحب قليلا مقابل حضور للصين العدو التاريخي بالتأكيد للولايات المتحدة الأمريكية. هذه حقيقة تاريخية. لكن علاقة ذلك بالملف اليمني واستخدام الملف اليمني في هذه الهيمنة الآن. الملف اليمني هو جزء يعني على أي حال ملف القضية اليمنية والملف اليمني بشكل عام هو جزء من هذه الاستراتيجية ومن هذه القضية بشكل عام، وأمريكا حاضرة فيه إلى حد كبير يعني. لكن من ينفي يعني تعاملق الصين ومن يقول بأن أمريكا لا زالت على قوتها السابقة في الشرق الأوسط، لا، هذه حالة من المغالطة. يعني أمريكا متراجعة إلى حد كبير جدا. روسيا تعرف اليوم أكبر دول الشرق الأوسط فاعلية مثل العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، حتى إسرائيل اليوم معهم عقود استراتيجية ومعهم اتفاقيات كبيرة جدا مع الصين مع روسيا مع كوريا مع دول فاعلة عالميا. وبالتأكيد الأمريكان يرون أن هذا على حساب مصالحهم هم، مع أن هذه الدول بالنهاية تتعاطى مع مصالحها كما تتعامل أمريكا نفسها مع مصالحها، ولا غبار عليها من ناحية سياسية أبدا. لكن هذا ما أزعج الأمريكان مؤخرا وأرادوا أن يتفادوا، وتم إرسال المبعوث الأمريكي لإندر كينج إلى الشرق الأوسط إلى المملكة العربية السعودية تحديدا وإلى الحكومة اليمنية للتفاوض بشأن تأجيل بشأن يعني تمديد الصراع بالأصح، وأنا نسمي الأشياء بمسمياتها، لأنهم غير راضين عما حصل مؤخرا، وهم يريدون للحرب أن تستمر لأن مصالحهم مع استمرار الحرب على أي حال. نعم، فيما يتعلق بما قلت، رسالة بايدن التي نشرها البيت الأبيض تقول أن تصرفات وسياسات بعض الأعضاء في الحكومة اليمنية السابقين وآخرين لا تزال تمثل تهديدا للسلام، ما المقصود بذلك؟ هل هي لها علاقة بالفاعلين الإقليميين في الملف اليمني؟ هذا البيان أو التصريحات أنا لا أعدوها غير حالة من الدجل السياسي لا أكثر. أين كان الأمريكان من وقت مبكر حين حصلت هذه التلاعبات؟ نحن لا ننفي أي عملية فساد حصلت داخل حتى بنية الشرعية نفسها، صحيح هناك ربما أخطاء بل وخطايا، ربما هناك فساد بالتأكيد، لكن أين كانوا من سابق وهم مطلعين على الملف أولا بأول من وقت سابق؟ لماذا لم يذكروا هذه إلا الآن بعد ما حصل مؤخرا وبعد الأحداث التي استجدت؟ هذا أمر يعني من باب المزايدة، يعني هذه تصريحات يلقونها من باب المزايدة لا أكثر، ولا علاقة لهم إطلاقا بالمصلحة الوطنية اليمنية بصورة مباشرة. وأؤكد أنهم لن يتعاملوا مع الملف اليمني إلا من منظور مصالحهم هم، حتى وإن يعني تقاطعت العملية برمتها مع مصلحة الشعب اليمني، وبالتأكيد على الأقل في جزء منها هي متقاطعة، وهم أحن على الحوثي من أي جماعة أخرى. سيد إبراهيم قعطبي، ليندر كينج اتهم إيران بمواصلة مد الحوثيين بالسلاح والمخدرات وأنها أيضا غير جادة في استعادة علاقاتها مع السعودية، ما دلالة هذا التصريحات؟ هذا في رسالة مبطنة للسعودية، أنه ربما شهر العسل الذين يفرحون به بهذا الاتفاقية، وعلى أنهم من خلال هذا الاتفاقية ربما يستطيعون لو يذرع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس مجديا يعني. ربما الرسالة مضحكة على أن النظام السعودي يعتقد أنه الآن يلعب بالأوراق الدولية ويلعب مع الكبار، وأنا في اعتقادي لا ورقة النفط ولا غيرها سيكون لها تأثير طويل الأمد مع دول كبيرة جدا وعظمى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وغيرها من الدول التي تمتلك يعني القرارات مجلس الأمن الدولي، تمتلك القوى العسكرية، تمتلك الاقتصاديات الكبرى، وتتحكم بكل شاردة والدة في العالم. فربما
هي رسالة يعني مبطنة وربما تستهزئ بما حدث. لكن في نفس الوقت يعني يجب أن نذكر الذين يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصالحها في اليمن أو أنها كانت أين هي من زمان. نحن نعرف والمجتمع الدولي يعرف وكل اليمنيين يعرفون أن الملف اليمني منذ الوهلة الأولى سلم إلى التحالف بقيادة السعودية، وهم من يتحكمون وهم من قرروا وهم من فعلوا وهم من دمروا وهم من عملوا كل هذه الأمور. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تراقب الوضع من بعيد وكانت أيضا تتحدث على السلام، وهو الأمر الذي وصلت إليه السعودية مؤخرا في حديثة ومحاولة ذهابها إلى الحوثيون في صنعاء وعقد صفقات سلام معها وأيضا إنشاء الميليشيات وما إلى ذلك. فلذلك من يتحمل ما يحدث في اليمن حتى مع ميليشيا الحوثي هو التحالف نفسه الذي مكن الحوثي، الذي يعني قوض الحكومة الشرعية، الذي منح من العودة إلى اليمن، الذي مول الميليشيات، الذي استبدل نظاما بنظام آخر، الذي أبعد الرئيس اليمني عن المشهد واستبداله بقيادة ميليشيات. هذه هي المشكلة، والذي وقف القوات اليمنية عند الحدود التشطيرية هو التحالف. من يتحكم بكل ما يجري في اليمن ليست الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما من تسلمت الملف هي المملكة العربية السعودية التي تتحكم بالموانئ بالجزر بالمطارات. ومن ثم نرجع نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية وأنها فقدت مصالحها. يعني هذا كلام دكتور، دعني أنتقل للدكتور على عاقل. نعم، إذا دكتور ثابت كما استمعت لي السيد إبراهيم قعطبي أسألك نفس السؤال، إذا ليندر كينج هنا اتهم إيران بمواصلة مد الحوثيين بالسلاح والمخدرات وأنها أيضا غير جادة في استعادة علاقاتها مع السعودية، برأيك أنت ما دلالة ذلك؟ أولا ليندر كينج لم يأتي بجديد في هذه العملية. إيران تهرب السلاح وتهرب المخدرات إلى اليمن من وقت مبكر على مرأة ومسموع من الأمريكان وعلى مرأة ومسموع من العالم كله، لم يأتي بجديد في هذه المسألة، وهذه معلومة تعرفها حتى عجائز الأرياف على فكرة، يعني ليس هناك جديد. ثانيا هذا التصريح ربما أراد من خلاله استعطاف دول التحالف العربي على وجه التحديد يعني في اتهام إيران بصورة مباشرة وتقديم يعني الإدانة عليها من باب استعطاف دول التحالف العربي لتمرير يعني تمرير مشروعه او لتمرير فكرته الجديده التي اراد تمرير ان يمررها في زيارته الاخيره. هذا كل ما في الامر، ليس هناك جديد في هذه المساله ابدا. واليوم هو يصرح بهذا التصريح وغدا قد ياتي بعكسه وبعد غد قد ياتي بالعكس وهكذا ايضا. ليس هناك جديد باختصار، يعني ليس هناك جديد في تصريح ليندر كينج. الدكتور ثابت الأحمدي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للمحلل السياسي إبراهيم قعطبي كان معنا من نيويورك. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لكم الشكر مني ومن معد الحلقة نجيب إسماعيل، وفي أمان الله.